تتعلم كل ما يحسن بك تعلمه فتعلم المهم فالأهم. إذا كان الآباء هم السبب في الحياة فمعلمو الحكمة هم السبب في تجويدها. أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعوني. أنا مجد غانم باحث فلكي أطلع عليكم عبر كذا شاشة مواقع التواصل الاجتماعي لشاشتنا على نايل سيت اللي هي هدفها خدمتكم وإصلاح وحل مشاكلكم العالقة إن كانت على الصعيد الاجتماعي أو المهني أو الشخصي أو العاطفي، كالخلافات الزوجية على سبيل المثال. كثير من العلاقات الزوجية يصبها الفشل بعد عام أو بضعة أعوام ولا يعرف أي من الطرفين من هو السبب إن كان الزوج أو الزوجة، فيلقي التهم جزافا على زوجته أو تلقي التهم جزافا على زوجها. طبعا لهذا الموضوع موضوع وبحث طاقي جدا مهم من حيث طاقة الأشخاص. الإنسان من ناحية فلكية أو من ناحية الطاقة الفلكية المزروعة بداخلنا كبشر هو عبارة عن كوكب أرضي سيار كالنجوم في السماء. ما يولد مولود في الأرض حتى ويولد له نجم في السماء، ويبقى الشخص تابعا للنجم في السير. فإذا تقابل النجم في السماء بنجم آخر تقابل الشخص في الأرض بشخص آخر، وإذا حصل ضيق أو حادث للنجم في السماء حصل ضيق لصاحبه في الأرض، وإذا تقابل النجم بنجم آخر اقترن صاحب النجم في الأرض بشخص آخر. شو بقصد بهذه النظرية؟ الزواج، الشراكة الزوجية، نقول أن الزواج قسمة ونصيبا، من هون بينطلق مبدأ القسم والنصيب. في نظرية أيضا تقول إذا غاب النجم مات صاحبه. ما عم نحكي عن تنجيم، ما عم نحكي عن غيبيات، عم نحكي عن إنسان انطوى فيه العالم الأكبر. فحتى أنت لتقدر تحل مشاكلك الشخصية يجب عليك أن تدرك وتعرف مدى طاقتك، طاقتك الفلكية وطاقتك الروحية وطاقتك الفكرية وطاقتك العاطفية، حتى ما نلقي التهم على الشريك في زواجنا أو على الشريك في عملنا أو على زملائنا في العمل أو حتى في المشاكل الاجتماعية بين الجيران وبين الإخوة وبين الأصدقاء. يجب أن تدرك طاقة الأشخاص المحيطين بك. على صعيد الأمراض، خلق الله 36 ألف مرضا، 12 ألف مرض عرفها الأطباء وعرف علاجها، و12 ألف مرض عرفها الأطباء ولم يعرف علاجها، و12 ألف مرض لم يعرفها الأطباء ولم يعرف علاجها، فأطلقوا عليها تسمية مثل ما بنسمع السرطان، الكبد، الملاريا. هذه تحتاج إلى علاجات خاصة، هذه العلاجات هي مأخوذة من الطبيعة. لكل داء دواء يستداء به. كما خلق الأمراض الخالق أو اختبرنا بها، لأن المرض عبارة عن اختبار، جعل لنا الداء الذي نستداء به. طبعا هذا الموضوع بحث جدا طويل في العالم الروحي الشخصي إذا صح التعبير، يعتمد على أرقام الشخص نفسه وتاريخ الميلاد. هناك 12 برجا، أولها الحمل وآخرها الحوت. على سبيل المثال، الأشخاص الذين ولدوا ما بين 23 مارس و 24 أبريل يأخذون من دائرة الأبراج برج الحمل. هؤلاء الأشخاص يصابون بالصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة في الرأس. أما الأشخاص الذين ولدوا في 23/6 إلى 22/7 يصابون في أمراض المعدة، والأشخاص الذين ولدوا ب 23/10 إلى 22/11 يصابون على سبيل المثال بأمراض المفاصل. لكل شخص تركيبة طاقية مختلفة عن الشخص الآخر، نأخذها من خلال أرقامه، من خلال اسمه الخاص به، ونقاطعها ونطلع بنتيجة. كل شيء مطلوب منكم الاتصال عبر الأرقام اللي عم تعبر أسفل الشاشة أمامكم، وتزويدي بالمعلومات الكاملة من خلال تاريخ الولادة والاسم واسم الأم إذا
أمكن ساعة الميلاد أي شخص بيعرف أي ساعة ولد أي ساعة أبصر النور لحتى نعرف طالعه. طالعه الطالع عندما تكون الشمس على سبيل المثال في 23/6 ل 22/7 في المجموعة النجمية التي تعرف ببرج السرطان. فإذا ولد هذا الشخص في هذا التاريخ الساعة 7 صباحا على سبيل المثال، تكون الشمس في أفق برج الجوزاء، يعني يكون طالعه جوزاء، وهذا يؤثر على مصيره، يؤثر على حياته، يؤثر على عمله، يؤثر على صحته. إذا لم تكتشف طاقتك الشخصية فلم تعلم أنت إلى أين تذهب، إن لم تعلم من أين جئت فكيف تعلم إلى أين تذهب؟ فيجب إدراك هذا الموضوع ووضعه بالفعل كي ننشر هذه الثقافة التي تساعدكم وتأخذ بيدكم إلى بر الأمان وتمنحكم النجاح في كافة مبادراتكم على كافة الأصعدة. لدينا موضوع آخر في الطاقة جدا مهم. كما نعرف أن الفحم إذا وضع وردم في قاع الجبال لملايين السنين يتحول إلى ألماس. هذا الفحم الحجري يتحول مع مرور الزمن إلى ألماس، إلى أغلى حجر في العالم الذي يساوي ملايين الدولارات. هذا الألماس هو الحجر الكريم لمولود برج الحمل الذي كما ذكرت ولد من 23 ل 24 من أي شهر، يمنحه طاقة. هناك حجر آخر اسمه الزمرد، هذا يمنح مواليد برج الثور الطاقة الصحية المهنية، يمنحه التأييد والقبول أينما ذهب. الأشخاص الذين تفشل مبادراتهم هي تفشل بسبب 3 أسباب رئيسية مرتبطة بطاقتها: اللون الغير مناسب. هناك أشخاص مواليد برج الميزان الذين ولدوا من 22/9 ل 20/10 ألوانهم هي الأحمر والقرمزي والأزرق، فإذا خرج أحد مواليد برج الميزان إلى لقاء عمل ولبس اللون الأسود يرفض مباشرة من خلال المدير، وهو بنفس الوقت لا يدرك أن هذه الألوان التي ارتداها كانت سبب رفضه في عمله. هناك موضوع الأحجار كما تحدثت، هذه الأحجار تكون بملامسة البشرة ترسل ذبذبات كهرومغناطيسية، هيك بنسميها بعلم الفلك، بتعوض الطاقات الناقصة الشخصية وتكون الأورا. هذه الأورا هي عبارة عن 7 ألوان من الطاقة تبتعد عن الجسم بين 30 و 50 سنتي متر. إذا كانت متقطعة لابد من وجود خلل روحي، لأن تقطع الأورا يعطي مرض الكبد، يعطي مرض الصرع، يعطي مرض السرطان. فالاكتشاف الطاقة يأتي قبل الطب، أو الشخص الذي يعمل بالطاقة يكتشف الأورا السلبية من الأورا الإيجابية ويمنح لها العلاج الكافي من خلال موجودات طاقية كما ذكرت كالأحجار الكريمة أو طاقة اللون أو طاقة الحرف. ما أقصد بطاقة الحرف أو ماذا أقصد بطاقة الحرف؟ لكل امرئ من اسمه نصيب، لكل امرئ من اسمه نصيب. شو معنى هذا الكلام؟ هناك شخص اسمه أحمد ولد في تاريخ 3/9/1983، اسمه أحمد ولد في 3/9/1983. أحمد إذا حسبنا اسمه الألف 1 والحاء 8/9 والميم 4/13 والدال 4/17، 17 إذا جمعنا أرقامها نحصل على النتيجة 8. إذا أسقطنا الرقم 8 على 3/9، 3/9 هو مولود برج العذراء رقمه 5، فهو اسمه 8 ورقم برجه 5 لا يتوافق الاسم مع طاقة البرج، وهذا يسبب له المتاعب في معترك حياته، يسبب له الضنك والشقاء في الرزق، لا يحصل الرزق بسهولة، يسبب له المتاعب الزوجية إذا صح التعبير، ويكون هناك خلل طاقي في المجموعة الاسمية أو في المجموعة الحرفية لاسمه، وخلل طاقي في ولادته. فهون بنكسر طاقة الاسم. على سبيل المثال ننصحه أنه يا أحمد دع الناس ينادون لك أبو الوليد أو أبو وليد أو أبو نادر أو أبو الزين أو أبو عبد الله أو أبو محمد، حتى نكسر طاقة اسمه ويحصل على طاقة نظيفة وسليمة 100% لحتى
أو كي يكمل مسيرة حياته. لو أسقطنا الاسم على الكوكب، لكل اسم ارتباط بكوكب، أحمد 8 مرتبط بزحل، هذا الكوكب يمنحه اختبارات عديدة وتحمل مسؤوليات عديدة، كذلك يتحمل مسؤوليات كبيرة في العائلة، وقد يتحمل نفقات مادية لأحد أفراد العائلة. فأنا كل شيء أحاول أوصلكم إياه أنه الدراسة الطاقية للشخص تكشف الخلل وتمنحه الحل المناسب لكي يكمل مسيرة حياته. كما نرى في الدول المتقدمة في هذه العلوم، تقدموا علينا في كل شيء، حتى في المراحل الدينية بنوا المعابد الدينية الجميلة جدا، وصلوا في علوم دينية متقدمة علينا بشكل جدا كبير، في سياستهم في صناعاتهم متقدمين بشكل مئات السنين ومئات السنين نحتاج كي نصلهم. هو الفرق بيننا وبين المجتمعات المتقدمة هي الطاقة. نحن لا نعرف طاقاتنا، أن الإنسان يمتلك 140 مليار خلية عقلية أودعها الله في عقله، وفيك انطوى العالم الأسمى أتحسب أنك جرم صغير؟ 140 مليار خلية عقلية، نحن خلفاء الله على الأرض، الإنسان خليفة الله على أرضه. تصور بنا أفضل مخلوق، هل يعقل أن القطة أفضل من البشر؟ هل يعقل أن الكلب أفضل من البشر؟ هذه حيوانات، لقد ميزنا الله بطاقة العقل. هذه الطاقات إن لم تكتشفها ستعيش في تعاسة في كافة أصعدة حياتك. يجب عليك أن تكتشف طاقتك الشخصية. هذه الإطلالة كان هدفها أن أتحاور معكم من خلال هذه الشاشة. لا أستطيع الظهور دائما معكم، لكن أرقام التواصل موجودة. إذا كنت تعاني من أي مشكلة صحية، مهنية، اجتماعية، شخصية، تواصل عبر هذه الأرقام. أؤكد لك أن الحل موجود، حل أي مشكلة تخطر في بالك هي موجودة من خلال مجد غانم باحث فلكي. قرر أنت أنك تريد أن تعيش بسلام ومن ثم اتصل، لأنه أنا لا أستطيع أن أعالجك إذا كنت أنت نفسك لا تقرر أن تشفى، أو ليس لديك قرار بالشفاء، ليس لديك قرار بالتغيير. كل شفاء الأمراض، نحن أسسنا مركز الشفاء أسميناه مركز الشفاء والطريق إلى النجاح أسميناه، هذا قائم على علاج كافة الأمراض المستعصية التي استعصى عنها الطب والتي يعالجها بالدواء الكيميائي من خلال جلسات كلامية، من خلال إيماننا بالله عز وجل وحده لا شريك له، والإيمان بطاقات العقل البشرية. إذا أمنت بطاقات عقلك البشرية سوف تصل إلى أي مكان أنت تريده. هناك من نسميه بالامتياز البشري، هذا الامتياز البشري يأخذك أينما تريد. ضع الطموح الذي تريده وأنا بعون الله سأصلك له، ضع طموح الشفاء وأنا سأصله لك. وتابعوا مركزنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشاهدوا هذه الإنجازات التي حققناها من علاج الكانسر، السرطان، المرض المستعصي من خلال طاقات حرفية ورقمية، علاج السكر، علاج الضغط من خلال جلسات كلامية طاقية وطاقة الحرف. وبعون الله سنتقدم بكم وسنكبر بكم شيئا فشيئا. ثق أنك ستضع قدمك بأول خطوة باتجاه النجاح. كما ذكرت، هدفنا هو الطريق إلى النجاح، الطريق إلى حل المشاكل، الطريق إلى تفهم الإنسان وإنسانيته. إن كانت زوجتك أو إن كان صديقك أو زميلك المهني، استوعبه، فليكن أخوك في الدين، وليكن أخوك بالإنسانية، أو يكن أخوك بالمحبة. الحب هو طاقة تشع من داخلك فيستقبلها المقابل. الإنسان هو عبارة عن مرسل للطاقة، وهناك شخص آخر يستقبل هذه الطاقة. فدع طاقتك التي تخرج منك طاقة إيجابية. هذا هو الحجر الأساس الذي ننطلق منه باتجاه حل المشاكل. العلم موجود، التقدم في هذا المجال موجود لدينا. أي مشكلة تصعب عليك لا تفكر فيها، الحل عندنا. اتواصل مع مجد غانم باحث فلكي، أنا مكرس وقتي ومكرس جهودي لحتى أساعدكم دون هدف أو أي غاية معينة. هناك أشياء نقدمها بشكل
إنساني، وهناك برامج تحتاج إلى وقت، وقد تكلف بعض التكاليف المادية بسبب أجور الشحن، قد يكون شخص يعاني من مرض يحتاج إلى تركيبة دوائية طبيعية معينة، هناك تكاليف شحن حتى نحكي بصراحة مجردي من القلب إلى القلب، وهناك أشياء نقدمها لوجه الله عبارة عن صور قرآنية إذا صح التعبير، لدي فيها طاقة كثير كبيرة الصور القرآنية، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. القرآن الكريم كما نعرف 6666 آية، والأشخاص المؤمنين أو المسلمين الحقيقيين يعرفون هذا الكلام، ألف وعد وألف وعيد وألف منكر وألف نذير، ونحن مش بصدد نشرح القرآن الكريم، لكن بصدد توصيل الغاية وتوصيل الهدف. هدفنا هو شفائك، اتصل لكي تصل، لا تتردد، اعتبر نفسك تتكلم مع صديقك عبر الأثير أو عبر الشاشة الباحث الفلكي مجد غانم. كما شفنا نحن انتشرت الكثير والكثير من المحطات التلفزيونات المغرضة التي لا تمس لا إلى الدين ولا إلى العلم، لا من قريب ولا من بعيد. احذروا التقليد، احذروا التقليد. تقليد ماذا؟ تقليد العلوم المزيفة. هناك كثير من العلوم المزيفة التي لن توصلك إلى أي مكان. استغلوا غباءنا بعض الشيء، كما نحن ولدنا وربينا على عدم وجود الثقافة في العالم العربي، فيظهر أحد الأشخاص يتكلم في السحر ويتكلم في علوم الطاقة، أو الكثير من الأشخاص، مش أحد الأشخاص كما نرى تفشي هذه الظاهرة، يتكلم أنه سوف يشفيك ومصيره بين يديك، وتكون النتيجة أنه فشل وخيب أملك. بتمنى أنه كل شخص يكون عنده نظرة معينة لوين لازم يتكلم، إلى أي مكان يجب أن يتصل، إلى أي شخص ترتاح. كل شخص لا يستطيع أن يخبئ نفسه بإصبعه. هذه الظاهرة يجب الحذر والحذر والحذر منها. نحن شفاءنا من خلال طاقتك الشخصية التي أودعها الله عز وجل بداخلك، وضع القلب ووضع الرئة ووضع الكبد ورفع السماوات وبسط الأرض. هذه الإمكانيات ننطلق من إيماننا بالخالق. لست أنا الشافي ولا أحد يقدر على شفائك. الله هو الشافي المعافي الحافظ المعين الدافع. هذه المرحلة الإيمانية تستطيع أن تذهب بك إلى حيث تريد من حيث إيمانك. إذا لم تكن تؤمن بالله فلا تتواصل معنا، نحن منطلقنا إيماني بالله عز وجل، وأنا على صعيد الشخصي عايش فيهم، عايش في منطلق الإيمان بالله، ومن ثم أنطلق إلى حياتي الشخصية. كل ما عليك هو الالتزام في تعليمات معينة أنا بوصل لك إياها. أنا معكم على مدار 24 ساعة موجود في مكتبي الشخصي. هذه أرقام التليفونات الظاهرة في حلقتي فقط هي خاصة بي أنا، أرد مباشرة عليك من خلال مكتبي، وبعطيك برنامج معين تلتزم فيه لكي تصل إلى حل المشكلة. برجع بذكر، كل مشكلة تخطر في بالك صغيرة أو كبيرة لها حل من خلال طاقتك الشخصية. أنا أفعل طاقتك الشخصية الموجودة بداخلك إذا كنت لا تعرف أن تفعلها، أنت ليس لديك الإمكانية أن تحرر مسارات الطاقة التي نسميها، أن تجذب الرزق إليك، أن تجذب الحب إليك. أنا بعطيك طريقة جذب الخير، طريقة جذب الخير، الطريق، أمنحك الطريق من خلال طاقتك الشخصية. هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم أطفال في سن مبكرة يعانون من مرضهم، يعانون من اضطراباتهم النمائية، يعانون من فرط النشاط لديهم. هذه الأطفال يكون هناك خلل في الاسم، يكون هناك خلل في طاقتهم الشخصية. طبعا عم بحكي عن الأولاد ما فوق عمر السنة، تحت عمر السنة ما إلهم علاج عندنا. فوق عمر السنة أي شخص عنده طفل أوتوزيم، توحد، الطفل المتوحد، هذا كثير انشهر بعلمنا العربي بسبب الطاقات السلبية المتفشية في هذه المرحلة. هذه يجب الاعتناء به كي لا يكبر المرض معه، كي لا تكبر الحالة معه، كي لا يكبر الاضطراب معه. يجب البت بالعلاج وأخذ قرار بالعلاج كي تصل أنت وطفلك إلى بر الأمان، لأنه طفلك مسؤول منك. لا تقصروا أطفالكم
على أفعالكم لأنهم ولدوا لزمان غير زمانكم. أريد التنويه عن موضوع كذلك جدا مهم، هو موضوع الأنوثة، موضوع الأنوثة التي تصاب به النساء. لما نحكي آنس عم نحكي مؤنث، لما نحكي مؤنث عم نحكي عن النساء. هناك تأخر للزواج لدى الذكور، هلق بتطرق له، بس خليني أحكي عن تأخر الزواج لدى الإناث. هناك أنثى على سبيل المثال ولدت في 13/4/1970 أو 1960. هذه الإنسانة تكون قيادية، مندفعة، متهورة، تحب السيطرة، دكتاتورية قولاً وعملاً. عندما يقترب منها الرجال طاقتها الشخصية أو طاقتها الفكرية ينظرون وكأنهم يتعاطون مع رجل، يهربوا منها، يهربون الرجال منها، يهربون من كل تصرفاتها، يخافون منها. فهي تجلس مع نفسها وتقول إن الله لم يرزقني بشريك أو بزوج. فإذا بحثت صديقتي بطاقتك هناك خلل كبير ويحتاج إلى علاج، علاج طاقي عم بحكي عنه. العلاج دائما نحن عم نحكي بعلاجات الطاقة، ما عم نحكي بالعلاجات تبع سحر وما سحر، لا يوجد سحر، لا يوجد سحر، نتكلم عن موضوع طاقة. أنت تكونين طاقتك انفعالية وثورية داخل المنزل، فإنها لن تولد لك سوى الاضطرابات وانقطاع العلاقات العاطفية وسوء فهمك من المحيط، وهذا يسبب لك تأخر في الزواج. هناك إناث لديها نظرة بأنها قبيحة، تنظر إلى نفسها بأنها قبيحة. هناك إناث تنظر إلى نفسها أن هناك صديقة لها حظوظها أفضل من حظوظها، نظرة عدم الثقة في النفس. هناك تقوية، برامج تقوية للثقة بالنفس. هناك موضوع ديناميكي في الحياة، كن مرناً ومتحكم بحياتك كي تحصل على أهدافك. الإنسان المرن الذي يمتلك قانون نعم، قل لكل شيء نعم، لا تنكر أي شيء ولا تنفي أي شيء ولا تنكر أي علم ولا تتهجم على أي شخص. الإنسان عدو ما يجهل، دائما نحن نجهل ما لا نعرف. تعرف وأبحر وجرب واستثمر طاقتك كي تصل إلى أهدافك. استثمر طاقتك وصالحها واستخدمها لمصلحتك الشخصية كي تسعد في حياتك، كي تنير حياتك، كي تنير طريقك. هذا الهدف من استثمار الطاقات. ألا تستثمر طاقاتك كي تسعد في حياتك؟ أم أنك تعمل ضد نفسك؟ الكثير من الأشخاص يعملون ضد نفسهم. هذا الموضوع يعود كما ذكرت إلى تاريخ الميلاد، تأخر الزواج، يعود إلى عدم تصريف استخدام الطاقة. الشخص نفسه لا يستطيع أن يستخدم طاقته بشكل صحيح. كالهاتف، الهاتف هناك له إيجابية، الهاتف هو موضوع طاقة، يمتلك طاقة عبر الأثير، تتصل في شخص في أمريكا أو في السعودية أو في الكويت، تتصل فيه من خلال طاقة التليفون. هناك أشخاص تستخدمها لجرائم القتل، هناك أشخاص تستخدمها للاتصال بالطبيب. اتصال بالطبيب هي طاقة إيجابية، استخدمنا التليفون لإنقاذ حياة شخص، واستخدام التليفون للأعمال الإرهابية أو للقتل هو عمل سلبي. يعني الطاقة أنت تتحكم من خلال عقلك كيف تستخدم، وليس هي التي تتحكم بك، العقل هو الذي يتحكم بها. وهذا موضوعنا وهذا ما نتحدث عنه، وهذا آلية علاجك من خلالنا، من خلال طاقتك ومن خلالنا. نحن مندلك على الطاقة ومنأشر لك أنت كيف لازم تتصرف وأنت تحصل على النتائج. تأخر الزواج لدى الشبان ولدى الرجال، هناك رجال في بداية حياتهم يهربون من المسؤوليات. يعني شخص يكون قد كون برامج عقلية أن الزواج هو عبارة عن مسؤولية منذ نعومة أظافره، أو أنه يكره النساء، أو أنه لا يثق بالنساء، أو أن هناك امرأة قد خيبت ظنه، لم تكون مخلصة له، أو لم تبادله نفس مشاعر الحب، فيأخذ موقف. سنة أو سنتين يدخل في الثلاثينيات أو الأربعينيات، ومن ثم يجد نفسه ضائع، لا يعرف كيف يتزوج، لا يعرف كيف يجد شريكة مناسبة، فيبدأ بالتذمر. فهذا الخلل هو من الأساس، يعني عمره 7 سنوات أو 8 سنوات كانت نتيجة فكرة معينة، ناتج فكرة معينة. هذه الفكرة أدت إلى حصول نتيجة على مدار السنين في تأخر الزواج. كذلك تحتاج إلى علاج طاقي، علاج داخلي في شخصيتك كي
تصل إلى المنارة الصحيحة في زواجه، كالذي يمشي في طريق مظلم. هذا الشخص الذي لا يدرك طاقته وكأنه لا يعرف إلى أين يذهب في طريق مظلم، كي تنير الطريق له يجب أن تضع له مصابيح في الطريق. نحن الذين نضع لك المصابيح، هذه المصابيح. الشخص المريض، هناك شخص يعاني من ألم في الأقدام، ما سببه؟ لديه تردد في اتخاذ القرارات، لأن أساس المرض هو فكرة. الشخص الذي يعاني من ألم في العيون، نظرته في الحياة غير صحيحة، يجب أن يغير نظرته في الحياة، فأساس المرض فكرة. الذي يعاني من القلب، لديه مشاكل عاطفية. الذي يعاني من آلام المعدة، لديه مشاكل عائلية. الذي يعاني من ألم في اليدين، لديه تصرفات سلبية وسيئة. هناك جانب مظلم آخر أريد الحديث عنه، هو الجانب الروحي. هذا الجانب الروحي جدا واسع. هناك شخص حسود. ما هو الحسود؟ أنا لا أتكلم عن سحر ولا أتكلم عن هذه الأمور، أتكلم عن الطاقات السلبية التي تصل إلينا في بعض الأحيان فتسبب لنا متاعب في حياتنا. الحسود هو شخص، لا يستطيع أن ينتزع ما امتلكت يداك فيبعث لك في تأسف أو يرسل لك بتأسف. يعني شاف الرزق جاي عليك، فهو عنده طاقة سلبية في عينه. هاي الطاقة السلبية منين اجت؟ خلينا نبلش من البدايات. بيولد في ليلة ما فيها ضوء قمر، يولد بليلة القمر بيكون فيها ما في ضوء، وليد يعني عم يولد. فعندما يبصر النور هذا الشخص، تكون طاقته قد يصيب الحسد أولاده، قد يصيب زوجته، من حيث لا يدري، هو لا يدري، لا يقصدها إذا صح التعبير، لا يقصد أن يحسدك، لكن تاريخ ولادته دعته أو جعلته يحسد. فهذا الشخص أنت لا تعرف، قد يكون توقف رزقك حسد، قد يكون فشل عملك حسد، قد يكون مرضك حسد. هناك أشخاص تكون محسودين بالوطن العربي، متفشية ظهرت لدي سحر، لدي ما بعرف شو. طيب جميل جدا، مين خبرك هذا الكلام؟ لا يوجد مختصين، المختصين ليسوا كثر في عالمنا العربي، قلائل وقلائل جدا، لأن هذا العلم صعب جدا أن يدركه أي عقل. هذا العلم اختصنا به الله عز وجل، نفهم فيه ولا نفهم في قضايا كثيرة في الحياة، نحن نفهم في هذا المجال فقط. أنت قد تكون تفهم في التجارة أو تفهم في قيادة الآليات الثقيلة، نحن نفهم في تركيز طاقتك فقط. لكن هذا التشخيص ليس سهل، لديك سحر، لديك عمل روحاني، لديك جميل قد يكون، لكن ليس بالسهولة أن تمنح تشخيص للمشكلة دون دراسة، دون دراسة. وعندما تتصلون على هذه الأرقام ونعمل جلسات خاصة، ستدركون كم تحتاج من الوقت كي أقول لك سبب مشكلتك كذا أو سبب مشكلتك كذا أو أساسها روحاني أو إلى آخره، لأنها تحتاج إلى بحث، نسميها بحث فلكي روحي، بحث فلكي روحي. هذا البحث الفلكي يحتاج إلى معلومات تقاطع مع بعضها البعض ونسقطها. كذلك تحتاج مكان الإقامة. عندما نأخذ تاريخ ولادة شخص، نأخذ اسمه، نأخذ مكان إقامته، نأخذ لون بشرته، ونقاطع هذه المعلومات ونخرج بنتيجة. هذه النتيجة نستخلص منها حل ونضعه بين يدي المريض أو بين يدي الشخص الذي بحاجة إلى رعاية أو بحاجة إلى حل مشكلة. هذا اتحاد الطاقة الذي سيكون بيني وبينكم، فلنجعل منه طاقات إنسانية بشرية. النجاح هو هدفنا. عندما يشكرنا شخص على حل مشكلة واحدة فإن الخير يعم، وعندما يشكرنا مليون شخص فإن الخير يزيد ويعم ويتعمم على الجميع. بحال أنت لا تؤمن بنشر الطاقة الإيجابية، أتمنى أن لا تتواصل أبدا معنا. قد من كنت أنت عندك مشاكل، هناك شيء بسيط تستطيع أن تقدمه كي تساعد الآخرين للتخلص من تعاستهم. هناك ناس تعيش في تعاسة، قد تقدم لهم ريال أو دولار أو دينار تساعدهم في الخروج من تعاستهم، أو تقدم قطعة خبز. لماذا نحن نتكلم عن الصدقة أو عن العطاء؟ العطاء هذا الذي ليس له حد محدود،
تعطي لأنك تحب في الله، لأنك تؤمن في الإنسانية. هذا أو نشر هذه الطاقة هي الطريق إلى الوصول، هي طريق النجاح، هي طريق الخلاص لنا ولكم. هناك ميزان وهناك آخرة في حياتنا. هذا الميزان، من يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كلنا بنعرف هذه الآية، لكن بنوه التسريع في العلاج، التسريع في العلاج. إذا كنت تعاني من مشكلة عمرها سنة، يكون حلها أسهل من مشكلة تعاني عمرها 10 أعوام أو 10 أعوام أو 15 عاما. هذا التفكير اللامبالاة، إذا كنت قد وقعت في شباك أو ضحية الأشخاص الذين ينشرون السوداوية التفكيرية، لا تأخذ ردة فعل، لديك فرصة ذهبية التقيت منها على هذه الشاشة، وهذه ليست صدفة، لأن لا وجود لصدفة بالحياة. قد تكون رأيتني، هذه إشارة من الله أن أنت تفكر في مشكلة، قد أكون أنا بطاقة الله وبقدرة الله أستطيع أن أساعدك. لا أستطيع أن أقول أعمل لك كل شيء، لأن أنا متأكد أنه أي شخص حيتواصل حيكون عنده مشكلة فكرية أو مهنية أو مالية، حيخرج مبسوط منه، حيخرج مرتاح. إذا ما كان ما لقى حل، حيخرج بقمة الراحة، بقمة النشوة، من خلال تواصلنا مع بعضنا. وإن شاء الله بشوفكم بحلقات. كان معكم مجد غانم، باحث فلكي. لكم مني أطيب تحية.